إغراءات الحياة رحمة بتغير النفوس، بتغير شخصيات. شو غيرت برحمة رياض؟ يا ريتها عرفت تغير هاي المواقف. ما بتغير. ما عم بتغير، ما عم بتغير. مشكلة إنه أنا أعوذ بالله من كلمة آني، يعني شو أنا أقول لك، مدى أقدر أنا ربيت هيجي بهاي الشخصية ما قاعد أقدر أغيرها. يعني أنت اليوم الكريم ما تقدر تخليه بخيل، والبخيل ما تقدر تخليه كريم، والطيب ما تقدر تخليه خبيث، والعكس صحيح. وأني هيج، يعني أنا هاي طبيعي، أثق بالعالم وما تغيرني المواقف، وأنسى المواقف وأنسى الزعني، خلاص هاي طبع ما أقدر أغيره. حاولت بس ما قاعد يتغير. الشغلة الوحيدة اللي قاعدة أتعلمها حاليا واللي قاعد أشتغل على نفسي إني أقول لا، يعني أنا ما عمري قلت لا لولا مخلوق. تعرفي أنا قد إيه بحب أسمع صوتك دايما كل ما نلتقى؟ لهيك محضر لك فقرة، فقرة رح تنجبري تغني فيها. يلا اسمها جواب أو غناء. يلا يا بتجاوبي على السؤال يا بتغني. يلا حلوة، مش كلمتين من الغنية. يلا أوكي، وعد وعد مني وعد. رحمة رياض النجمة الأولى بالعراق اليوم ورقم صعب. يب يس يس أكيد. ليش؟ حلو تعطي كريدت لنفسك، تقول أني تهدي نفسك هذا الشيء. ليه دايما نريد نسمع من العالم؟ خلي سمعة من نفسي أنا. يس حلو. إذا هلأ رحمة موهبة جديدة في ستار أكاديمي، سوبر ستار وعراق آيدل، بأي برنامج بتشتركي؟ ستار أكاديمي. صداقتي بدنيا بطمة انتهت وحذفنا بعض على إنستغرام. لا والله ما انتهت، أنا عندي دنيا على سناب، بس على الإنستغرام أنا شفتها مسويت لي أنفولو، سويت أنفولو. شو يعني هالحكي؟ ما أعرف، يعني من عندها المشكلة، أنت ما في أي ما مشكلة. أعرف، ما أعرف والله، ولا تواصلت وياها أصلا، ما أعرف، يعني يمكن هي سوتها بالغلط، ما أعرف. الرجل السند لم يعد موجود في هذه الأيام. بلا موجود. مين؟ 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 رحمة رياض بعلاقة عاطفية. لا مش هيك، الرجل السند فيه أنا زوج والدتي، معي خطوة بخطوة، هو الرجل والسند يعني حاليا بحياتي. يعني خلينا نقول عوض لك عن بعض اللحظات، يمكن هيدا سؤال ما خصه بالفقرة بس هيك عبالي أسأله، عوض لك يمكن حنين أو مكان ما كان خلق فراغ رحيل والدك؟ أشوف هو يعرف، عمي زوج والدتي هو يعرف كلش زين انه رحيل الاب ما يعوضه اب ثاني، ورحيل الام بعيد الشر عنها ما تعوضها ام ثانيه. هو انا اقول لك، هو انا كنت محتاجه دائما دعمه وسنده، لان دعم الرجل وخصوصا الرجل له نظره تختلف دائما، فدعمه واهتمامه دائما بشغلي وشنو انا قاعده اقدم بيسعدني كثير كثير، لانه انا بوثق برأيه للعمى. مليت بكل مقابلة بيسألوني عن نصيف زيتون. لا ما بمل. انت صريحة. لا والله ولا مل، صديقي وخيي وزميلي، مليت من العالم اللي عم تتهمنا اتهامات باطلة انكم بعلاقة غرامية مثلا. انا مليت من هذا، بس ما مليت من ليه ذكر. أولك ما اعرف. في دخان بلا نار؟ اكيد فيه. اكيد في، اكيد اللي قاعد يصير دخان بلا نار، لما تدخل حمام ساونا ولا حمام مغربي ما يطلع بخار، يطلع بخار، طلع دخان. يعني حليتي مقولة نحن بنعتمدها من سنوات، خلص الحل عندي. رحمة رياض ملكة الترندات عبر تويتر؟ أتمنى.